الرئيس هادي يوقع على الصيغة النهائية للحكومة الجديدة القادمة، فلنشاهد التفاصيل. كشف الصحفي الجنوبي صلاح بن الأغبر عن مقترح تم التوقيع عليه من قبل الرئاسة اليمنية بشأن اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي، وسيتم تقديمه إلى الجانب السعودي يوم غد. من سيتولى ماذا؟ سربت أسماء بعض الشخصيات، ولكن من المبكر اعتمادها ما لم يعلن عن تشكيل الحكومة الجامعة لمن كانوا قبل أيام يتقاتلون في جبهة أبين. وقال بن الأغبر في منشور له على الفيسبوك: وقع هادي اليوم على صيغة مقترحة سيقدم للجانب السعودي غدا، وأهم ما فيها تعديل عدد وزراء الحكومة القادمة إلى 28. بخصوص حصة الجنوب يشترط فيها 4 حقائب للانتقالي، و4 حقائب للأحزاب منها 2 للإصلاح، و4 حقائب لما يسميها بالمكونات الجنوبية، وحقيبتان خاصة بهادي يعين فيها من يريد. وبخصوص حصة الشمال 5 حقائب لحزب الإصلاح، و3 حقائب لحزب المؤتمر، و3 حقائب لباقي الأحزاب، وحقيبتان لهادي. وأضاف: هناك تفاصيل كثيرة غير هامة، بقي أن أشير إلى أن هادي سيقدم المقترح كصيغة نهائية غير قابل للتفاوض، أو بالأصح سيقدم من الإخوان ومنظومة الفساد عبر هادي، ويقول أن هذا آخر ما عنده ولا تنازل عنه. وختمه كما أسلف: أنا مسؤول عن كلامي هذا وعن صحة كل ما ورد.